حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري: قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله